عموما تعالوا نروح نشوف تقرير عن حفل تكريم للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في المركز الأولمبي بالمعادي لبعثة المنتخب المصري للسباحة بعد تصدر الترتيب العام والتتويج بكأس البطولة العربية للسباحة في نسختها الخامسة. تعالوا نشوف التقرير وبعد كده نستقبل ضيفنا الكبير الكابتن الكبير كابتن محمد صلاح المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك. خليكم معنا. أنا طبعاً برحب بيكم الإعلام المصري، برحب بيكم فين؟ في مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي. النهاردة كان يعني تكريم عزيز إلى القلب، تكريم ولادنا وشبابنا، تكريم يعني ولاد مصر في السباحة، الاتحاد المصري مجلس إدارة المهندس ياسر إدريس، الاتحاد المصري للسباحة، بنكرم ولادنا في البطولة العربية. البطولة العربية أقيمت في وهران بعد يعني مباشرة بطولة البحر المتوسط، ولادنا أو كانوا مشاركين في بطولة العالم كانت متزامنة في نفس التوقيت، فكان صعب مشاركتهم في البحر المتوسط، لكن هم شاركوا في البطولة العربية الحمد لله. أرقامهم ونتائجهم يعني دبل سكور عن ما بعدهما في التصنيف وفي المسابقات. بأشرف كوزير الشباب والرياضة النهاردة مع المهندس ياسر إدريس إن احنا نكرمهم، وبصفة خاصة موجود ليجنت من السباحة يعني السباحة كابتن فريدة عثمان اللي دايما بنقول لها يعني انت بتبذلي جهد وانت وزمايلك وبتدرسي وكمان بتتنافسي وبتعسكري وبتيجي تشاركي لبلدك، صورة لكل يعني السباحين والسباحات والرياضيين والرياضيات اللي بيمارسوا، فاحنا النهاردة بنقول لها يعني متشكرين وبنحفزها. طبعا في وجود الاهتمام الكبير من مجلس الإدارة والمهندس ياسر إدريس، طبعا مش معقول يكون مجلس الإدارة هنا النهاردة وما نقولوش تعالى شوف آخر يعني معطيات ومنشآت بنكملها في مجلس تدريب مجلس المنتخبات القومية، مركز المنتخبات القومية هي حمام سباحة أولمبي موجود، هو في مرحلة التجريب مش افتتاح رسمي، لكن أكيد الاتحاد النهاردة هيشوف، لأن الفندق مع الأندية الصحية مع الصالات اللي موجودة مع الحالة الجميلة اللي عملناها في الحقيقة المركز الأولمبي بالمعادي هتكتمل بوجود حمام السباحة، أصبح يمكن التعسكر ويمكن التدريب مع المنشآت التانية اللي موجودة في مصر اللي هتساعد ولادنا بشكل كبير جدا. الرياضيين هم شباب يهمنا جدا ولائهم وانتمائهم لوطنهم مهما كانت المغريات، واكيد اللي يعني شايفينه هو يعني ما عندهوش درجه يعني حب الوطن ولائه، اكيد احنا كمان ما بقاش زعلانين عليه، لكن دورنا برضو ان احنا ازاي نوعي وازاي من خلال المؤسسات المختلفة الوزارة ومؤسسات المجتمع المختلفة ان احنا نقول لأولادنا ده وطنك، وكمان احنا وراك. انا كنت بكلم دلوقتي كيشو قبل المباراة بتاعته بطمن عليه، بطمن على كمان على أولادنا النهاردة بطولة الشباب أبو 2003 كرة قدم في المملكة العربية السعودية وغيرهم وغيرهم، لأن كل أولادنا تقريبا في معسكرات خارجية بره استعدادا للبطولات، وده تعب كبير جدا وأداء كبير جدا، وكل الشكر والتقدير للمنظومة وزارة شباب ورياضة لجنة أولمبية مصرية اتحادات رياضية، لأن في الآخر المنتج هو ابننا في مصر. احنا بصراحة بطولة العالم احنا عملنا أرقام كويسة جدا، عملت رقم من أفريقيين جداد، فبصراحة فخورة قوي من نفسي بالنتيجة دي بالذات، كان سيزن صعب جدا، وبعدين بقى رحنا بطولة العالم واحنا هدفنا ان احنا نجيب ميداليات على قد ما نقدر عشان نعرف نكسب الكاس البنات وكاس الولايات، والحمد لله حققنا كل ده. كلنا بنتمرن جامد جدا وبنعمل اللي علينا، وطبعا التوفيق ده من عند ربنا، فالحمد لله ربنا كرمنا في اخر البطولات دي. كنت عايز اشكر طبعا دكتور اشرف صبحي على التكريم الجميل، يعني بصراحه التكريم ده للسباح او الرياضي عامه بيكون مهم جدا علشان بيشجعنا وبيكون حافز لينا ان شاء الله للمرحله الجايه نعمل احسن كمان. البطوله العربيه بالجزائر الحقيقه كان تحدي كبير قوي احنا
نفوز في وسط الجزائر وفي وسط ملعب الجزائر وبكامل طاقتهم، احنا ما كناش بكامل طاقتنا، بس الحمد لله فزنا اول رجال واول سيدات واول ترتيب عام الحمد لله. وسباحة المياه المفتوح خدنا أول وتاني الرجال 5 كيلو وأول وتاني سيدات 5 كيلو. كان تحدي كبير قوي إن احنا نكسب، الحمد لله الحمد لله. فرصة حلوة قوي النهاردة إن معالي الوزير بنشكره جدا أشرف صبحي إن هو بيكرم ولادنا عشان البطولة ديت، ونشكر كمان رئيس الاتحاد المصري للسباحة المهندس ياسر إدريس على إتاحة الفرصة للاشتراك في أكتر من بطولة، وإن شاء الله نرفع اسم مصر عاليا وعالم مصر. عندنا بطولات جاية كتير وبكرة أحسن إن شاء الله، عندنا بطولة المجر الشهر الجاي بإذن الله، بطولة الناشئين بالمجر. ادعوا لنا دعواتكم وربنا يسهل نرفع اسم مصر ان شاء الله. بشكر حضراتكم الحضور وتكريمنا من قبل معالي الوزير الاستاذ دكتور اشرف صبحي تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الرياضه والرياضيين في مصر، وده تكريم الدوله لينا، فدي حاجه بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا وبتزيد من اصرارنا وتشجيعنا لرفع اسم مصر في المحافل العربيه والافريقيه ان شاء الله. احنا كمنتخب سباحه مياه مفتوحه احنا الحمد لله في البطوله العربيه في الجزائر في وهران حصلنا على المركز الاول والثاني رجال والمركز الاول والثاني انسات، وكانت بطوله قويه جدا في ظل مشاركه منتخبات شمال افريقيا، وكانت منافسه قويه جدا 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 من المنتخب الجزائري بحكم ان هم كانوا مستضيفين للبطوله وكانت المسانده الجماهيريه كمان ليهم بشكل كبير قوي. سباحه المياه المفتوحه هي بتختلف كليا وجزئيا عن السباحه القصيره، احنا عندنا سباقات مختلفه بتبدا من 5 كيلو و10 كيلو و25 كيلو في بطولات العالم، ودي بتتعمل بتقام يا في انهار يا في بحار يا اما في بحيرات. الأولمبيك جيمز هو سباق واحد بس، سباق العشرة كيلو. في ظل اهتمام الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس كان في توجيه عام بالاهتمام بالناشئين. الناشئين دول اللي هم 15 سنة و14 سنة و16 سنة، والحقيقة احنا عملنا خطة طويلة المدى ل 2024 ان السن ده في 2024 في تواجد في اولمبياد باريس هيبقى ان شاء الله تواجد بشكل فعال وشكل قوي، ونعيد تاريخ سباحة الماء المفتوحة في مصر اللي احنا كنا اسياد العالم كله فيها. والله احنا يعني خطوة البطولة العربية دي يعني حسستنا ان احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح، لان البنت الاولى من مصر مواليد 2006 يعني عندها 16 سنة، البنت الثانية مواليد 2007 عندها 15 سنة، فهم قدامهم مستقبل كبير. عندنا البطولة الأفريقية في شهر 8، بعد كده عندنا بطولة عالم للناشئين للمياه المفتوحة دي هتقام في سيشل في شهر 9، فإن شاء الله يبقى لينا فيها تواجد كبير بعدد سباحين كبير، ونتوقع إن احنا نحقق نتائج كويسة بإذن الله مشرفة لمصر. جبت ثالث في 200 حرة و 800 حرة، وجبت رابع في 200 دولفين. إحساس غريب يعني، مبسوطة قوي، حاجة غريبة، عمري ما حسيت ان انا ممكن اوصل لكده. انا فزت بمركز تالت في ال 100 متر صدر وبمركز تالت في ال 200 متر صدر، فخورة قوي بنفسي يعني، ما كنتش مصدقة ان هوصل المرحلة دي بسرعة قوي كده. ان هي تبقى في يعني اوبستكلز صعبة قوي ان احنا لازم نعدي فيها، بس هنوصل لاحلامنا ان شاء الله. رفعت اسم مصر الحمد لله في بطولة العرب اللي كانت موجودة في الجزائر، أخدت ميدالية ذهبية في بطولة البحر في 5 كيلو، وميدالية ذهبية برضو في الكيلو نص اللي كانت في الفول. طبعا ده شرف لينا ان كل واحد فينا يكرم من معالي الوزير، وانه طبعا ده هيبقى حافز لينا ان نحقق حاجات اكتر وميداليات اكتر ونرفع اسم بلدنا اكتر، ان احنا نفضل نكمل في المجهود ده. ده كان كفاح سنين كتيره، انا ما كنتش كويسه في السباحه وانا صغيره، لكن بمجهود كتير الجوده لا تؤتي صدفه، اشتغلت جامد على نفسي في السباحه، اهلي كانوا واقفين ورايا، المدربين كانوا واقفين ورايا، وسافرت بلاد كتير عشان اتعلم واتحسن اكتر في السباحه، وكمان كنت عايزه ادخل روح الرياضي ما بين البنات هنا. انا كنت من اكبر البنات اللي موجوده، عندي 24 سنه، فلما وقفنا جنب بعض وشجعنا بعض بهدف واحد ان احنا
احنا نرفع علم مصر دي الصراحه سببت ان احنا نكسب البطوله. والله حلمنا ان شاء الله ان احنا نحاول نتاهل بنات اكتر في الاولمبيكس اللي جاي وفي بطولات عالم ناشئين وكبار، وان احنا نحاول نحطم ارقام اكتر في مصر، وان نبقى جيل جديد اللي عارف يكسب اكتر واكتر في السباحه. الحمد لله عندنا مثلنا الاعلى فريدة عثمان كانت بطله عالم، فلينا مثلا ان احنا نحاول نمشي عليها ونتحسن كبنات في مصر في الرياضة. الحمد لله فزنا في البطولة العربية في الجزائر بكاس الذهب الأول سيدات وكاس الأول رجال. الحمد لله أنا خدت ميدالية ذهبية وربنا وفقني أن أنا أكسر رقم بتاعي الجديد وأعمل رقم جديد في البطولة، والحمد لله يعني كانت النتيجة كويسة. المنافسة ما كانتش أسهل حاجة وكانت صعبة وكان ضغط كبير علينا، بس الحمد لله ربنا كرمنا وإن شاء الله ربنا يكرمنا أكتر في البطولات اللي جاية. إحنا عندنا بطولة كمان 10 أيام في تونس، البطولة الأفريقية، يعني التارجت بتاعي ان انا ان شاء الله احقق فيها الذهب. انا دخلت بطولة افريقيه قبل كده وحققت الميداليات بس كانت ناشئين، ان شاء الله في البطوله دي نعمل برده مراكز كويسه زي البطوله العربيه.